الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف وهو أبو عبد الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شيخ الإسلام في زمانه والقائم بالدعوة إلى الله عز وجل والتحذير من الشرك ووسائله وذرائعه والتحذير من البدع، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية في هذه الجزيرة. وتوفي رحمه الله سنة 6200 من الهجرة النبوية. قام رحمه الله بالدعوة إلى الله، وقام معه جم غفير من أهل العلم والإيمان، من أولاده وغيرهم من أهل السنة من دعاة التوحيد، حتى أزال الله بهم الشرك ونصر بهم التوحيد، وساعدهم الإمام محمد بن سور رحمه الله وهكذا أولاده من بعده على الدعوة إلى الله. وقام بالدعوة في حريملة ثم في العيينة، ثم انتقل من العيينة إلى الدرعية، واستمر فيها من عام 1157 إلى أن توفي رحمه الله سنة 6200 من الهجرة النبوية، وهو قائم بالدعوة إلى الله. درس على أبيه وعلى غيره من العلم، وانتقل الحرمين الشريفين وأخذ عن علمائهما، وذهب إلى العراق أخذ عن بعض علماء البصرة رحمه الله، ثم رجع وقام بالدعوة إلى الله وإنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد. وكان كثير من الناس يتعلقون على الأموات والأشجار والأحجار ويدعونهم من دون الله ويستغون بهم وينذرون لهم، فبين لهم رحمه الله أن هذا هو الشرك وأن هذا هو دين الجاهلية الذي قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهدى الله على يديه من سبقت له السعادة، واستقام أهل النجد على توحيد الله ودين الله وابتعدوا عن الشرك. ثم انتقل الدعاة من نجد إلى الحرمين وإلى غيرهما من الشام والعراق وغير ذلك، ونقل هذه الدعوة العلماء إلى الهند وغيرها، ونفع الله بها المسلمين في مصر والهند وغير ذلك. وشارك علماء السنة في مصر والهند والشام، شاركوا في هذه الدعوة المباركة، ودعوا الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، حتى انتشر الخير وعظم الأمر، وهدى الله كثيرا من أهل الشرك والبدع إلى حقيقة التوحيد بسبب هذه الدعوة وأنصارها في كل مكان. وهذا التوحيد، هذا الكتاب كتاب مبارك ألفه المؤلف رحمه الله لبيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ووسائل الشرك وذرائعه، وبيان كثير من البدع للتحذير منها، ومن ذلك هذا الباب يقول